معنا من طول كرم مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. فادي، عن التطورات الميدانية والاشتباكات في طول كرم ومشهد ما بعد انسحاب الجيش من إحدى البنايات في جنين. لا أسمعك جيدا، الجرافة تقترب من هنا، اسمحي لي. تفضل. إذن هذه الصور الآن، هذه جرافة الدي 9. إذن الجرافات ما زالت تقوم بعمليات تجريف هنا في مخيم طول كرم، وكذلك أيضا على امتداد مناطق واسعة في المدينة. جرافتان كبيرتان عسكريتان، إضافة إلى تواجد عسكري. هذا الجيش يتحرك بهذه الطريقة الآن من هذا الموقع الذي نتواجد فيه. عمليات التجريف لم تكن وتقتصر فقط على مخيم طول كرم، حيث داخل المخيم وهذا المركبة العسكرية التي تغلق مدخل المخيم، وإنما عمليات التجريف تتسع إلى نقاط واسعة في مدينة طول كرم. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا يقوم بدفع بآليات عسكرية وكذلك جرافات التي تقوم بعمليات تجريف. هذه الجرافات تقوم بعمليات تجريف في مناطق واسعة في مدينة طول كرم، كدوار شويكة ومناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا قد مرت من هنا جرافتان عسكريتان وتبعتهما جرافتان أيضا، وهذا يعطي إشارة بأن الجيش ما زال يقوم بعملية اقتحام واسعة في مدينة طول كرم. المدينة والمخيم منذ ساعات الصباح تقريبا لم يكن هناك اشتباكات مسلحة، وفق ما يروج له من قبل وسائل إعلام معينة بأن هناك تبادل إطلاق النار أو وصول إلى مقاتلين فلسطينيين. الجيش هو الذي يقوم بعمليات تدمير، خاصة أن جيش الاحتلال أعلن أن هذه المنطقة الضفة الغربية هي ساحة قتال ثانية بعد قطاع غزة. نرى هنا بالفعل أن الذي يحدث هو ليس تبادل قتال ما بين طرفين، ما الذي يحدث هنا وما وثقناه منذ ساعات الصباح حتى الآن هو عمليات تجريف ممنهجة وعمليات تدمير لجيش الاحتلال الإسرائيلي. يمكن أن نقول أن هذا الشارع، شارع نابلس الذي يمر من هنا من أمام مدخل مخيم طول كرم للاجئين الفلسطينيين وسط هذه المدينة في الشمال الغربي من الضفة الغربية، هذا الشارع لغاية اللحظة لم يجرفه جيش الاحتلال الإسرائيلي. عملية التجريف ليس لسبب معين، وإنما يمكن فقط لأن الجيش سيسهل على آليات العسكرية التحرك، خاصة أن هناك عمليات التجريف التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في داخل المخيم أدت إلى عرقلة حركة المركبات العسكرية في داخل المخيم، خاصة أن التجريف للأرض وبالتالي ضرب شبكة المياه، ضرب شبكة الصرف الصحي، وهناك أيضا حالة طينية أصبحت عميقة تصعب حركة الآليات العسكرية، وهذا ما يجعل الجيش يترك بعض الشوارع والطرقات الرئيسية هنا في طول كرم. لكن سمات الاقتحام والتدمير هذا اليوم هو أنه يدمر المعالم الرئيسية في المدينة، بمعنى على بعد أمتار من هنا دوار شويكة وهو معلم معروف في منطقة مدينة طول كرم، دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي وأبقى الطرقات حوله، بالرغم من أن هذا الموقع هو مبني وكذلك أيضا مزروع ببعض الأشجار وبعض الورود، ولم يكن هناك أي تواجد للمقاتلين الفلسطينيين في هذه المنطقة. نحن نتحدث عن عمليات لرموز المدينة، عمليات يمكن أن نصفها بأن جيش الاحتلال يسعى لأن تكون هناك صورة لعمليات تدمير يتهم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي المقاتلين الفلسطينيين، حتى أنه ينشر طبعا بعض المنشورات التي تتحدث عن ذلك. إحدى المنشورات تقول تم تدمير طريق معين بالعبوات لأنه هناك فيه عبوات معينة وزعها وزرعها المسلحين، وتقول جيش الاحتلال لا تسمح للمسلحين أن يكونوا جزءا من واقع حياتهم. هكذا يتهم جيش الاحتلال المقاتلين الفلسطينيين هنا في هذا السياق. نحن نتحدث عن عملية اقتحام ما زالت مستمرة ليس فقط في منطقة طول كرم حيث نتواجد الآن، وإنما أيضا لليوم الثامن على التوالي في محافظة جنين. تحديثات وزارة الصحة الفلسطينية قبل تقريبا الساعة والنصف من الآن تتحدث عن
33 شهيدا فلسطينيا خلال هذا الاقتحام الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي. معظم الشهداء هم في منطقة جنين، 19 شهيدا. هنا في طول كرم هناك 7 شهداء لغاية هذه اللحظة، إضافة إلى أن هناك قرابة 150 مصابا نتيجة عملية الاقتحام التي يواصلها جيش الاحتلال الإسرائيلي. شاهدنا حجم الآليات العسكرية التي تعمل هنا، الجرافات، وسمة عمليات الاقتحام ليس بقبضة عسكرية بقدر ما هو قبضة تدميرية وقبضة يمكن أن نقول ونصفها بأنها تخريبية للمعالم الرئيسية في جنين وفي طول كرم شمال الضفة الغربية المحتلة. شكرا جزيلا من طول كرم، تنقل لنا الصورة فادي العصا.